مشاهدي الكرام، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج جنة حواء. وصلنا للعشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، هذه الأيام المباركة والعظيمة. بعد 10 الرحمة وعشر المغفرة، ها نحن ندخل لعشر العتق من النار. جعلنا الله وإياكم ممن نظر إليهم فرحمهم وغفر لهم واعتقهم من النار بإذن الله تعالى. معي اليوم الأستاذة الفاضلة السيدة رشيدة قدري اللي شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة. الأستاذة مرحبا بك. أهلا وسهلا، رمضان كريم وكل عام وانتي بخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير والأمة جميعا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب. طيب أستاذة، أول سؤال، رانا لحقنا العشر الأواخر، شهر رمضان يعني مر بسرعة كبيرة بلمح البصر، واش تقدر تقول لنا أستاذة على هذه الأيام المباركة أو فضل العشر الأواخر من الشهر الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بدء أن أشكركم على هذه الدعوة الكريمة في هذا الشهر الفضيل العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أسمي شهر رمضان هدية الله لعباده، فبعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أغلى هدية لهذه الأمة، يأتي شهر رمضان هدية تتجدد معنا كل سنة. فكما قلت الآن قبل قليل، قلت فاتوا العشر رحمة وعشر المغفرة، صلى الله سبحانه وتعالى أنه قد رحمنا في العشر الأولى وغفر لنا في العشر الثانية. نأمل الله تعالى من الله تعالى أنه في هذه العشر الأخيرة إن شاء الله، نكتب في قائمة الذين يعتقون من نار جهنم والعياذ بالله. إن شاء الله يا رب. طيب أستاذة، العشر الأواخر من رمضان، وشنو هو فضلها؟ يعني وشنو هي أحب الأعمال فيها؟ كاين ربما ناس أو بعض السيدات لربما فاتتهم العشر الأولى والعشر الثانية، ربما في خضم المسؤوليات والالتزامات، وش نقدر نقول لهم في العشر هذه العشر الأخيرة؟ كيفاش ممكن يستدركوا ما فات؟ هو رمضان ننتظره، يعني كل عام سنه وإحنا فرحانين لهذا الشهر، نقدر نقول ننتظروه بشغف. وقته يجي رمضان، فعنده روحانيات خاصة، رمضان عنده حالة من الارتقاء، انه رب سبحانه يعطينا طاقة من عنده في هذا الشهر الفضيل تخلينا نرتقي، فنقترب من الملائكة، نقترب من الملائكة الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى ليس على عباده، وإنما الذين يسبحون بحمد الله ولا يفترون، ما يتعبوش، خدمتهم انهم يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا مخلوقين من حفنة طين ومن نفخة روح، فكي نهبطوا لحفنة الطين نهبطوا الى ما دون البشرية التي اراد الله سبحانه وتعالى، الى الحيوانية اكرمكم الله. حين نرتفع الى نفخة الروح فينا نرتفع نسمو الى الملائكية، فتكون العشر الاواخر يعني ندخلها بقوة الكل. هذا ربما العكس أستاذة، لو تشاطرين الرأي، أنه البعض لما تجي العشر الأواخر ربما قد يتكاسل أو قد يتعب. لماذا؟ في العشر الأولى يدخلها بقوة، شهر رمضان بقوة، صحيح. تأتي العشر الثانية يعني ربما يبدأ يتراخى الإنسان، وليس كل الناس، هناك صح. أحباب الله اللي راهو يزيد في الفوليوم كما نقولوا احنا، يزيد شوية في الجرعة. يجي العشر الأواخر كاين اللي يتعب ربما من الصوم، ونحن يعني نصوم أطول أيام السنة، 17 ساعة تقريبا. نعم، تقريبا 17 ساعة، فهي جهد يعني لا نقلل منه، وحقيقة شكون اللي يقوم بها؟ حتى أنه الغير المسلمين ربما يصوموا يوم في السنة، ربما يصوموا يومين في السنة، حتى اليهود، لكن أنه يقول لك تصوم شهر كامل، هذا يعني يصدقوش أنه الإنسان ينقطع عن الطعام وعن الشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأصل ما هوش فقط في الشرب والطعام، ربما فتوا في الحلقات السابقة، إنه الصوم، إنه نصوم عن المنكرات، نصوم عن الحرام، إنه صوم تدريب، صوم الجوارح، نعم، تدريب للنفس على الصبر، على الإحساس بالفقير، على الإحساس باليتيم، بالجوع، حين يعني كما تقرصك البطن تاعك نجوع كنا نحس بها، يحس بها الغني والفقير. هنا يتساوى الغني والفقير في شهر رمضان، وهنا يحس الغني، لازم يحس الغني بحاجة الفقير، لذلك ربي دلنا زكاة الفطر، هذه نشوفها إن شاء الله في العيد. فيأتي العشر الأواخر اللي هي لازم فيها الإنسان يعني يحزم روحه كما نقولوا احنا، ويشمر على يديه، ويضاعف العمل، ويضاعف العبادة،
احيانا هنا نكون كما نقولوا البنزين ينقص في الجسم، كاين ناس اللي يهلكها رمضان يعني ما تقدرش تكمل. خاصة لو احنا في البرنامج أستاذة نحكو دائما نحكو على المرأة، يعني النساء نعم مسؤوليتها كبيرة، ونهار كامل هي واقفة في الكوزينة مرأة يعني وكذا. والله مظلومة في رمضان، لأنه ما ربما العادة تاعنا، ربما التقاليد تاعنا، ربما الفهم الخاطئ لرمضان نخليوها مرتبطة بالمطبخ. ومعذرة يعني مع احتراماتي للقنوات كامل، لكن زيدوا يركزوا هما في الحصص الخاصة بالطبخ للمرأة في رمضان. يعني عندها 11 شهر ما طبختش، راح تطبخها كل في شهر واحد. في شهر واحد. فأنا نصيحتي للنساء انها تبدا تجرب قبل رمضان هذيك الوصفات، كي تجيها رمضان. ونصيحتي للقنوات ايضا هم يديروا الطريقه هذه كامل تاع التحضير والاطباق الجديده يقدموها قبل رمضان. لا لكن طبعا استاذه احنا نقولوا انه للمراه او ربما السيدات اللي راهم يشوفوا فينا، نقولوا انه مازال ما فاتش الوقت، يعني هي ما زالت هاد العشر ايام. نعم. اكيد انه وفيها ليله مباركه ايضا، يعني ربما نعم. الانسان يقدر لو ادركها قد يغتنم سنوات وسنوات طويله من حياته. نعم، هو ربي سبحانه وتعالى يقول انه شهر رمضان الذي انزل فيه القران، هو فضل شهر رمضان بنزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها ليله اللي هي ليله القدر التي كان هناك تواصل الارض مع السماء حين نزل جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتعبد في غار حراء متحير عليه الصلاه والسلام، يبحث عن خالق هذا الكون، يتساءل عن سر هذا الكون، وهدته فطرته الى ان هناك اله خلق هذا الكون، مش هذه الاصنام اللي يعبدوا فيها عشيرته اهله وقومه. فجاء الوحي اللي هو انقاذ ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لمحمد للبشريه صلى الله عليه وسلم، للبشريه الى يوم الدين، فهو هديه للبشريه وانقاذ للبشريه القران الكريم، وهو دستور البشر. فلذلك خصص هذا الشهر الكريم لخصوصية هذا الدستور، هو دستور للأمة للعالم منذ نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فهذا فضل كبير للشهر ككل وتخصيص العشر الأواخر. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، قالت كان هذا كنت نسألك فيه، يعني نعم قلت لك هذا هو اللي كنت نسألك فيه أستاذ. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني قدر تكون كناية، هذه قدر تكون حقيقة يربط المئزر تاعه. طيب لو الثوب. كانت كناية، هي كناية عن الجد، عن العمل، عن عدم النوم، لأنه ما كانش يرقد في العشر الأواخر، ما كانش نوم نهائيا، يعني نقدر الليل نقدر قيام الليل. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم ليله، يشد مئزره، يقوم ليله ويوقظ أهله، يعني الخير ماهوش لنفسه فقط عليه الصلاة والسلام، وإنما كل أهله ينوضهم تنوضوا. وهذا ما يجب على الأم، ما يجب على الأب، إنهم يحرصوا إنه أهل البيت كامل يتشاركوا في هذا الخير. وما أجمل إنه يقوم الأب متوضئا ويؤم أهل البيت في الثلث الأول، وإن كان الثلث الأول راهو يكون في المساجد الآن يعني في التراويح، بعد كان الثلث الثاني من الليل وكان الثلث الأخير من الليل. إذا الليل مقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. في العشرين الأولى رانا نقوموا مثلا نروحوا المساجد العشرة الأولى تراويح ونرقدوا، بالك نقدروا نرقدوا يعني في الثلث الثاني، ولكن لازم نقوموا الثلث الأخير، وهذا الثلث الأخير تميز الله سبحانه وتعالى بالنزول إلى سماء الدنيا كل ليلة حتى خارج رمضان. فما بالك في رمضان، فما بالك في رمضان، ينزل كل ليلة في الثلث الأخير وينادي، هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، هل من طالب فأعطيه، ولي نام لي رقد، نام عليه الخير الكثير طول عمره. من نجيبوا احنا القوة، من نجيبوا البنزين تاعنا من هنا؟ المسلم من أين له بالقوة الإلهية؟ من هذه العلاقة الحميمة القريبة مع الله سبحانه وتعالى. وفي ظلمات الليل والملائكة خارج رمضان تتباهى بالبيوت اللي يقوموا فيها الناس، تشوفها هي من السماء، تراها منورة. مثل النجوم منوره، مثل كيما احنا نشوفوا النجوم. سبحان واذا ما شافوش نهار البيت منور يتساءلون وش به هذا الانسان، ما ناضش يقوم الليل، مريض، مسافر، يعني الملائكه تتساءل. الملائكه نعم، كيما احنا نستمتع بالنجوم في الليل، هم يستمتعون بالبيوت المضاءه لقيام الليل. فما بالنا في رمضان وفي العشر الأواخر. كلام جميل جدا أستاذة. طيب الكثير من النساء يضيعوا هذه الأيام المباركة
هاك تعرفي تحضر للعيد، الحلوى تاع العيد، الدراري صحيح يخصهم الحوايج تاع العيد، صحيح كل يوم ربما يخرجوا من حانوت لحانوت يشوفوا وين يجيبوا لولادهم الملابس تاع العيد، ايضا الحلويات تاع العيد اللي تاخذ وقت كبير، ربما نعم نقدر نقولوا اسبوع تقريبا، تنويع في الحلويات وتنويع كذا. نعم صحيح. هو حبيت نقول لك بلي شهر رمضان هو شهر صوم وليس شهر أكل، هو شهر صوم وليس شهر أكل، فأنا أفضل أنه نغير شوية من عاداتنا السيئة ونتقرب إلى الله أكثر ونعطي هذا الشهر حقه حقيقة. معليش ناكله بصح ما نجعلوه شهر أكل. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم، مات عليه الصلاة والسلام لم يشبع من بر قط، كان عنده 11 امرأة، ما تلقيش احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه امر زوجه من زوجاته قال لها حضري لي الاكل الفلاني ولو جايني ضياف. فمعليش نكرموا الناس خارج رمضان، انت حب تفطر صائم خرج طيب وخرج ودي، كاين يتامى كاين فقراء كاين عابري سبيل. فهنا قلت لك المراه يعني مظلومه في رمضان انها تربط روحها بالمطبخ وتضيع عليها خير كثير، واحد ما يعوضه لها لانه يوم القيامه كل واحد نفسي نفسي. طيب استاذه باختصار شديد، نعم كيفاش ممكن المراه يعني تغتنم هذه نعم الايام ما تضيعهاش؟ كيفاش ممكن المراه ما تضيعش هذه انا الايام انا العظيمه؟ نصيحتي للمراه انها تروح تكسي ولادها قبل رمضان، لانه في شهر يعني قبل شهر تكسيهم عادي، والان الحمد لله ولاد كاينه الثقافه هذه، تلقيهم شهرين قبل ثلاث شهور يروحوا يشريوا الكسوه لابنائهم، وطبعا هذا فرحا بالعيد وهذه عاده طيبه لازم نحافظوا عليها ونخليوها باذن الله طيب. تعالى. وبالنسبه للحلوى تاع العيد، بالنسبه للحلويات انا انصحك اختي ما تضيعيش خير كثير اللي يسنى فيك في الليل، انك تخدمي في النهار، يعني قومي الليل ما ترقديش، ترقدي من بعد يعني صلاه الفجر، يعني اقعدي سبحي شويه حتى شويه طول الفجر، صلي الضحى ونامي، كي تنامي حتى للزوج حتى للثلاثه، من بعد ديري الحلويات تاعك كل يوم، ديري شويه كل يوم ديري شويه حتى باذن الله وان كان الله. كاين يباع يعني اللي ميسوره وتقدر تشري الحلويات، تشري الحلويات اللي تتباع ولا تضيع عليها فرصه العمر، لاننا قد لا نحيا الى صحيح. قد رمضان لا يعود القادم. رمضان. نعم يعطيك الصحة أستاذة رشيدة، شكرا على حضورك معنا في العفو، هذه الحلقة، كان كلام طيب ورائع جدا، شكرا لك ونقول لك صحة شكرا فطورك. لكم، يعيشكم زادة ولكل مشاهدين. شكرا جزيلا. إذا مشاهدي الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا النهار اليوم، أنا مبقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم، نتلاقاو إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.